بدعوة من الهيئة الشعبية لنصرة الأقصى، أقام أبناء تعز وقفة لنصرة الأقصى وتنديدا بالجرائم الصهيونية التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ في غزة. التفاصيل مع نعيم خالد. في مشهد يعكس تضامن الشعوب العربية مع القضية الفلسطينية، شهدت مدينة تعز بعد صلاة الجمعة هتافات حماسية لنصرة غزة والأقصى، في تجمع من المواطنين رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تدعو إلى دعم المقاومة الفلسطينية. شعب اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص يقف جنبا إلى جنب إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى قطاع غزة بشكل أخص، وبالمساندة بكل شيء بالجهد والوقت والمال في ما يواجه قطاع غزة هي تواجهه تعز من الحصار والتجويع و منع الماء والغذاء والأكل، لكن نقول مع ذلك لن نفرط بالأقصى قيد أنملة، لن نسمح بحصار غزة أو اضطهاد أبنائها. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي تعاني فيه غزة من تصعيد عسكري وأعمال عنف، مما دفع العديد من اليمنيين على التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مما يعكس الوعي الجماهيري بأهمية القضية الفلسطينية. نحن اليوم في يوم الجمعة خرج أبناء محافظة تعز لمساندة ودعم إخواننا في غزة والتضامن والوقوف معهم، وعبر جمعية الأقصى التي مدد أهل اليمن إلى فلسطين، فجمعية الأقصى قد أوصلت 19 حملة إغاثية، وهذا دعم من أبناء محافظة تعز والشعب اليمني إلى إخواننا في غزة، فلنستمر في هذا الدعم والإسناد والدعاء والمعارض والإذاعات المدرسية، ونحن على مقدم العام الدراسي فإن شاء الله ستفعل المدارس في دعم وصمود الشعب الفلسطيني. تعز تواصل كل جمعة وكل فترة إلا وهي تقول غزة فلسطينية عربية، دائما تنادي بدعم لفلسطين الذين يحاصرون من الكيان الصهيوني. نعيم خالد لقناة عدن فضائية تعز. إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي.